مساكم الله بالخير. النهارده شويه شكشوكه عاملينها ايه عالميه مع البطاطس واللحم المفرومه. لا وخدي المفاجاه بقى اخر الايه الفيديو. طيب مبدئيا كده نولع الفحم، بعد كده نقوم جايبين شويه خضار عندنا طماطم، واقوم جايبها وابدا ان انا اعمل لها كروس كده من فوق واحطها في ميه سخنه عشان اشيل منها القشر يبقى بالشكل ده. وبعد كده ما تشيل منها القشر يعني تفضل 5 دقايق في ميه سخنه، تلاقي الموضوع سهل جدا في تقشيرها. وبعد كده اقوم ايه مقطعها قطع صغيره جدا جدا على قد ما اقدر، واديها طماطم كتير، هي الشكشوكه تحب البصل والطماطم الكتير. قطعنا حوالي 1.25 كيلو كده من الطماطم وفرمناهم فرمه ناعمه بعد ما قشرناهم. جبنا حله كده وقمنا حطيناها على الفحم، وبعد كده جبنا معلقه سمنه بلدي قمنا حاطينها وبدانا اللي احنا نسيحها. اجيب عندي بصلتين اتنين او 3 بصلات، كل ما البصل يكون كتير والبصل الابيض ده بيدي طعم من سكر للشكشوكه. نحطها كده على السمنه ونبدا اللي احنا ايه نشوحها كده تشويحه حلوه. بعد كده بقوم جايب، على فكره ممكن ما تعملهاش باللحمه المفرومه براحتك، يعني انا حاطط 1/4 كيلو من اللحمه المفرومه، لو عايزه تشيلي اللحمه المفرومه براحتك، بس طبعا اللحمه المفرومه توديها في حته ثانيه خالص. اجيب عندي فلفل اخضر رومي برده وابدا اللي انا افرمه فرم ناعم. وبعد كده قرن فلفل حامي برده كده ايه لزوم الشيء برده، يعني تديها كده حته سبايسي كده تولع الدنيا. بعد كده بقوم واخد الفلفل الاخضر نازل بيه على اللحمه المفرومه واشوح، وديها تشويحه كده محترمه سلام على الروايح. وبعد كده نقوم واخدين عندنا الطماطم اللي احنا فرمينها فرمه ناعمه ديت، نقوم حاطينها على اللحمه والفلفل الاخضر، معلقتين اتنين من صلصه الطماطم كده حلوين يكونوا كتير كده يعني مليانين كده، ونبدا نشوح الكلام ده كله مع بعض. ناقص ايه بقى؟ شويه الميه السخنه حوالي 0.5 لتر كده، وهوب عليها. وبعد كده ايه نديها شويه الملح، وبعد كده شويه الفلفل اسمر، وبعد كده عندي شويه من البهارات. وبعد كده اقوم ايه مديها كده تقليبه كده محترمه، واصحى بقى للشغل العالي والروائح الجامده. اغطي عليها واسيبها ايه 0.5 ساعه بقى على نفس هادي كده وعلى مهلها. اجيب عندي بطاطس واقطعها مكعبات واحمرها عندي في الزيت، شغل عالي. بعد كده اقوم فاتح السلام على الروائح الجميله، اقوم واخد البطاطس الجميله ونقوم حاطينها فين؟ على الشكشوكه الجميله، هي لسه ما ايه ما تشكشكتش لسه. هنبدا نشكها بايه بقى؟ اجيب عندي 8 بيضات، وبعد كده ابدا ان انا احطهم واحده واحده كده بالشكل اللي قدامك ده. طبعا انا عامل ايه دي تكفي عيله، تمام؟ ابدا ان انا اقلبها بالشكل ده بالراحه، ما افضلش اقلب فيها كتير، واحده واحده كده بالمعلقه لحد ما اسيبها كده لمده 1/4 ساعه. ونجيب عندنا العيش البلدي الطازه الجميل ده هو مع شويه فلفل اخضر حامي، ونعمل ودن القطه ونعيش. خلي بالك بقى من التانية دي بقى، بصي بقى ممكن بعد ما تخلص اقوم مديها شويه جبنه من فوق، ما جبنه موتزاريلا يا باشا، اقوم مغطيها عليها وسيبها 5 دقايق، اتفرج على جمالها، بص عامله ازاي. لا 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 ده موضوع تاني خالص، اوعى اوعى وشك، حطيها في الساندوتش وعيشي. ان شاء الله الوصفه دي تنول اعجابكم، اشوفكم على خير، السلام عليكم.